بعد يومين من تنفيذ طهران ضربات بصواريخ ومسيرات ضد ما قالت إنهما مقران لحركة جيش العدل المسلحة في الأراضي الباكستانية، يأتي الرد الباكستاني بضربات عسكرية داخل إيران ضد مسلحين تقول باكستان إنهم مناهضون لإسلام أباد. الخارجية الباكستانية وصفت الضربات العسكرية بالدقيقة وعالية التنسيق والموجهة على وجه التحديد ضد مخابئ من وصفتهم بالإرهابيين في محافظتي سيستان وبلوشستان الإيرانيتين. نفذت باكستان ضربات عسكرية دقيقة للغاية ضد مخابئ الإرهابيين في مقاطعتي سيستان وبلوشستان الإيرانيتين، وذلك بناء على معلومات استخبارية موثوقة بشأن أنشطة إرهابية واسعة كانت تحاك ضد بلادنا من قبل هؤلاء الإرهابيين. في المقابل قالت إيران إن الهجوم الباكستاني أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن من بين القتلى نساء وأطفالا جميعهم باكستانيون. وفيما استدعت الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال الباكستاني في طهران لطلب توضيح بشأن الهجوم، اختصر رئيس الحكومة الباكستانية أنوار الحق كاكر زيارته إلى دافوس بسبب التوتر مع إيران. وفي خضم هذه التوترات عرضت الصين التوسط بين البلدين، وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية إن بكين على استعداد لأداء دور بناء في خفض التصعيد إذا رغب الطرفان في ذلك. وتشهد العلاقات بين باكستان وإيران توترات باستمرار، إذ تتبادل طهران وإسلام أباد الاتهامات مراراً بالسماح لعناصر مسلحة تنشط من أراضي كل منهما بإطلاق هجمات داخل أراضي الأخرى، لكن النادر هو تدخل القوات الحكومية من الجانبين، ما يجعل الضربات الجديدة أكبر هجوم عبر الحدود بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية. عدنان الدرويش، تي آر تي عربي.